مصطفى القمراني فنان موسيقي للطرب الحساني. اليوم جئنا لمير ليفت على أساس أننا نعطوا واحد صورة واحد إشعاع فني. ما معنى هذا الإشعاع الفني؟ هو الثقافة الحسانية والثقافة الأمازيغية لا يجمعهما إلا مقام خماسي، وهذا المقام الخماسي هو ما تجسد على أرض الواقع. أعطينا أغاني وصالات حسانية بطريقة الفيزيون، يعني شفتوا الأداء، شفتوا التجاوب ديال الجماهير، يعني كانت واحد صلة وصل بيننا وبين هذا الجمهور الكريم. كنشكر جماعة مير ليفت اللي جابتنا، كنشكر وزارة الثقافة، كنشكر الناس الداعمين لهذا المهرجان، وكنتمنى أن هذا المهرجان ما يوقفش هنا، يعني تكون استمرارية له، وإحنا مولي مسيرتنا ما توقفش هنا، يعني مرة أخرى نجوا لهذا الجمهور. صراحة تنظيم محكم، ناس في المستوى، صحافة كذلك متمرسة. من هذا المنبر كنشكروا نون بوست على هذا، يعني على هذا التصريحات اللي خدات لنا، وكنتمنى إن شاء الله أن لكم مسيرة موفقة، لا أنتم كصحفيين ولا إعلاميين ولا كفنانة ولا كجامعة مير ليفت. شكرا لكم وتحياتي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.